أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل فضيلة تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لأجل شريعته أو لأجل ذاته هو؟ لأمور، لفضائل كثيرة، لفضائل كثيرة، لأنه أفضل الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.